زاد للعقل والروح، نماذج من مدد السماء لأهل الأرض، فيها الحكمة والروح. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في هذا الاحتفال القرآني الذي تقيمه إذاعة القرآن الكريم إحياء للذكرى السنوية للمرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي. بعثته لأبيه شريفا كان غاية في الروعة، وأبوه كما تعرفون جميعا هو أستاذ من أساتذة القرآن، عليه تخرج ابنه المرحوم وعليه تخرج أبناؤه من صلبه وأبناؤه من قرى الصعيد ومدنه. ثم كان لي بعد ذلك نفس الاعتزاز حينما نجح أخوه أيضا القارئ الفاضل الشيخ محمود صديق المنشاوي. وفي الحق أن هذه الأسرة الكريمة نحن لا نستطيع أن نقول إن أحدا في الأرض له فضل على القرآن، ولكن القرآن هو صاحب الفضل، القرآن هو صاحب الفضل على الجميع. إن هذه الأسرة قد أنعم الله عليها بأن جعلها من الذين كان القرآن لهم الفضل العظيم عليها، وهذا مما تعتز به الأسرة ومما تعتز به أسرة الشؤون الدينية بالإذاعة ومما تعتز به إذاعة القرآن الكريم. إلى فضيلة الشيخ القارئ الأشهر الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. Thank you.
you
ولا طير what?
Thank you.